انا ده يمكن اكتر ماتش زعلت عليه، ويمكن ده برضو ناس كتير وانتوا برضو اعتقد زعلتوا، ان كان ماتش في حد يعني في تقدر المتناول، تقول في المتناول. في المتناول من فرص جات لك، من اداء، من ده، من اكتر، مش من اكتر من مباريات، بس كان ماتش سهل يعني، اي حد كان يقدر يدوس على الكرة هيروح يجيب جول، احنا كنا في الملعب وشايفين ده. يمكن ده برضو من الماتشات الغريبة. طيب عايز اقول لك على حاجه، ان في حاجات في الكواليس كتير اعتقد هيتقالت، مش كواليس يعني، ان احنا كان من اول المؤتمر الصحفي والمدير الفني صرح ان احنا مش جاهزين 100%، وكان اهمها انت النهارده اعتقد مصطفى محمد ومرموش وتريزيجيه كل الناس اجمعت ان هم في المجموعه، الثلاث ماتشات بتوع المجموعات كانوا فارقين جدا معانا، وكانوا عامل اساسي في مستوى الفرقه يعني، بلاش نقول في النتائج يعني، النتائج الناس ما كانتش الفايقة. فارقين معاك جدا يعني. انت دخلت ماتش الكونغو يكاد يكون من غير مرموش ومن غير تريزيجيه بسبب المرض، ويمكن في ناس ما تعرفش ان مرموش لغايه دلوقتي عيان اصلا يعني، ما هو مش في النادي. فانت كان عندك دول اساسيين، وكانوا اصلا ممكن ما يشاركوش يعني لغايه فجر الماتش، احنا كان عندنا اسعاف، وكان عندنا في لعيبه ممكن تقعد في المستشفى ما يجيش الماتش يعني، الاثنين ما كانوش في حالتهم، وده يمكن كان باين جدا يعني. الماتش راح لل 120 دقيقه، فانت عندك لو انت النهارده عندك اربع مهاجمين محترفين اقوياء، فهم مين؟ فهم صلاح وتريزيجيه ومرموش ومصطفى محمد، دول من اللي بيشاركوا كمان في غيرهم طبعا، بس من اللي بيشاركوا اساسيين واقوياء وفارقين معاك، وكلهم مهاجمين، هم الاربعه، في منهم ثلاثه كانوا خارج الخدمه كليا او جزئيا يعني. مش عايز اقول عذر، بس هو هي دي، انت النهارده حسيت بفرق تريزيجيه لما بينزل مثلا في الماتشات اللي قبل كده، والفرق اللي هو بيعمله، فبالتالي لما يبدا وهو مش في حالته يبقى بالتالي ده موضوع مؤثر. فانت لما يبقى عندك بلاي ميكر اساسي زي امام مصاب اصابه قدريه، ويبقى عندك مرموش وتريزيجيه شبه خارج الخدمه، صلاح اوريدي مش موجود ومصاب، فانت النهارده كل القوه اللي عندك اللي هي بتروح بيها على الجون، اللي هي مجرأك على التقدم وانك مجرأك تخش ال 18، كلهم مش موجودين، ما بقولكش كلهم موجودين بس ما كانوش موفقين، ما كانوش موجودين كليا او جزئيا.